السلام عليكم. نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو أننا on va corriger هذا الاكزيرسيس. الاكزيرسيس طبعا شنو كيقول؟ بالنسبة لمو دو مارس 2010 on relève de la comptabilité générale d'une entreprise individuelle des informations suivantes. Donc عندنا plusieurs informations, عندنا بزاف ديال المعلومات, عندنا achat consommé de matières et fournitures, عندنا autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel, dotation d'exploitation, charges non courantes. Ou le هدف طبعا منها اننا parmi les charges qui figure une dotation des non-valeurs ou rémunération de travail de l'exploitant est estimée à 8000. Donc travail, calculer les charges de la comptabilité analytique. Donc كل سهوله عندنا achat, consommer des matières et fournitures, autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel. هادو كاملين ce sont des charges de la comptabilité analytique. هادو ce sont des charges de la comptabilité analytique les كنسميهم les charges incorporables. La dotation d'exploitation qu'est-ce qu'on فيها جزء كنحسبوه في la compta analytique جزء ما كنحسبوش جزء اللي كنحسبوه كتسمى charge incorporable جزء اللي ما كنحسبوش déjà ديال la dotation des non-valeurs اللي هي الفايل. يعني في الدوتاسيون ديكسبلوتاسيون اللي هي 16000 14000 غادي يدخلوها في الحساب و 2000 طبعا ما غاديش يدخلوها في الحساب. لي شارج نون كورونت سو سون دي شارج نون انكوربورابل يعني ما داخلينش في الكونتا اناليتيك. يعني باش نحسبوا ما ننساوش واحد الحاجه بان ريمونيغاسيون مونسيول دو ترافاي ديكسبلوتون راه 8000. ريمونيغاسيون مونسيول دو ترافاي ديكسبلوتون اي استيمي ا 8000 بور لو موا دو مارس. راه هاد لي زانفورماسيون كاملين مرتبطين بلو موا دو مارس رغم ان الدوتاسيون ديكسبلواتاسيون اذا جات شي تمرين في سي بي سي ولا شي حاجه راه كنهضروا عليها في العام. وبالتالي ملي كنقولوا كنهضروا عليها في العام يعني ديجا خصني نقسم على 12. جيسبر بان طبعا هذا الامر يكون واضح. دونك ترافاي افير قلنا كالكولي طبعا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. شنو قلنا طبعا 175000 زائد 25000 زائد 3000 زائد 100000 زائد 14000 هادو كاملين سو سون دي شارج انكوربورابل بلوس 8000 اللي هي لا شارج سوبليتيف. اذا 8000 زائد 14000 زائد 100000 زائد 3000 زائد 25000 زائد 175000 هذه هي لا توتاليتي ديال لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. جيسبر بان هذا التمرين يكون نال الاعجاب ديالكم. تمرين ساهل مهل. حاولوا ما امكن انكم تقدموا في الكور ديالكم وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والله يوفق ونسالكم الدعاء.